طلب مني فيليبس شينكو أني أستمر العمل هنا ونساعدك في الحصول على الجنسية عشان نستمر على البحث العلمي في هذا الجين. ولكن رفضت حقيقة لسببين، أولاً الوالدة رحمها الله، والسبب الثاني أنه فعلاً الواحد يبغى يرجع لوطنه يفيد وطنه باللي أنجزه. قدمت على الدكتوراه في جامعة هارفارد. يوم قدمت على الجامعة من شروط التقديم أنك لازم تجيب توصية من عميد الكلية. فرحت للجهاز قلت أنا أطلب منك يعني توصية ورقية، فقال لي لا أنا ما أقدر أعطيك. فيعني أنا صراحة زعلت، قلت ليش؟ قال ما أقدر أعطيك ريكومنديشن. فرحت على مقابلتي الشخصية في هارفارد على أني محاولة أني يجيني القبول. فبعد ما خلصت المقابلة قال لي أنت ما جبت لنا توصية. قلت والله ما التوصية ما جات لأنه العميد رفض، يعني ما كذبت. قام أخذني الدكتور، كان اسمه ستشينكو، فيليب ستشينكو، أخذني على العميد قال شوف العميد جايب نفسه يكتب لك أو يتكلم عنك في كتوصية يعني. فهذه كانت شيء جميل، فرحت صراحة وشكرته. فقام قال لي أنا جيت ورفضت أكتب لك، أنا جيت بنفسي عشان أو توصلت لك في القبول فيها. فسألني الدكتور قال لي أنت إيش تعرف عن العلم الجينات ولا؟ فقلت له حقيقة ما أعرف كثير، أعرف زيرو. فقال لي طب كيف حتجيب دكتوراه؟ قلت له أنا عندي الامبيشن أو عندي الطموح أني أخذ دكتوراه في هذا المجال وإن شاء الله راح أنجز. فقال لي شوف عشانك صادق راح أحطك عندي في المعمل، في نفس المعمل الجينات حقي أنا، عشان تأخذ الدكتوراه. فعلاً اشتغلت معاه 4 سنوات وكان جداً سعيد، لأنه في الفترة ديك استنسخت جين كان مميز غير موجود على مستوى العالم. هذا الجين اكتشفناه في الحيوان، لو أنك عرفته في الإنسان استطعت في المستقبل أنك تزرع سن بجينات من غير ما تستخدم أي شيء صناعي. الشاهد من الموضوع أني بعد ما خلصت الجين وأعطيته للمشرف فيليب ستشينكو لم يصدق الخبر، يعني ما صدق الموضوع، لأن الموضوع هذا أخذ مني 9 شهور والعادة يأخذ منهم إلى 2-3 سنوات، وأنا في البداية قلت له ما عندي علم. فقال لي مو معقول، كيف أنت أنجزت؟ فقلت له الحمد لله، كنت أقرأ وأبحث وأقرأ وأبحث، وكنت أخذ محاضرات خاصة، وبتوفيق من الله طلعت بالجين هذا، والحمد لله وفقني الله أني أستطيع أني أخذ عليه شهادة الدكتوراه، طبعا بعد كتابة الديزرتيشن وكل شيء. حقيقة السعادة في مرتبطة بسعادة المرضى. في ناس يضيف السعادة بالمال أو يربطها بالمال، أنا أربطها بسعادة الآخرين. أذكر أحد المرضى عالجته، كان يعني شكل أسنانه وفكه غير جميل. فبعد ما خلصت ضمني وباس راسي وقال لي شكرا يا دكتور، أنا 36 سنة ما أبتسم. فهذه حقيقة سعادة. بديت الأبحاث واهتميت في كورس الأبحاث حقي، واستمرينا في الإنتاجية السنوية إلى أن حصل في عام 2020 نزل تقرير من جامعة ستانفورد، كتب فيه أنه اسم البروفيسور طارق عبد الجبار من أعلى 2% في العالم في البحث العلمي للطب الأسنان. والدتي الله يرحمها كانت يعني توفى الوالد وهي في صغيرة في العمر، كانت عمرها 37 عام تقريبا، ومع ذلك يعني لم تتزوج ولا تهتم في أي أحد غير أنها
تهتم فينا احنا وتساعدنا. حتى تخرجنا من الجامعات و إنسانة كانت رائعة، أكثر من رائعة، كانت أنا علاقتي فيها بالذات كانت جدا قوية، وكل أخواني الله يجزاهم خير كانوا يعني ما زالوا يتذكروها ويحبوها جدا. بس أنا كنت في آخر 7 سنوات حقيقة كل ما أسافر في إجازة صيفية كانت تسافر معي، حتى وهي بالألزهايمر، كانت عندها ألزهايمر. يعني نصيحتي لكل شخص عنده أم إنه يدلعها ويبرعها ويغنجها الأم خالي.